أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن حكومة مملكة البحرين تولي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في خططها وبرامجها التنموية، وهو الأمر الذي تم إبرازه من خلال مؤشرات التقارير الطوعية التي تقدمت بها المملكة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة. وقالت الوزيرة إن المعايير التي تم تطبيقها في مخططات مشاريع المدن الإسكانية الخمسة والتي تهدف إلى توفير مقومات جودة السكن من حيث الاهتمام بالبيئة عبر التشجير واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وهي عوامل تتماشى مع ما نص عليه الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. جاء ذلك لدى استقبال الوزيرة لسعادة السيدة ميمونة أحمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمناسبة زيارتها إلى المملكة. وخلال اللقاء نوهت الوزيرة بالتعاون الوثيق بين مملكة البحرين ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، ولا سيما برنامج المستوطنات البشرية، مؤكدة أن هذا التعاون أسفر عن العديد من المكتسبات المشتركة والتي تم تتويجها بإطلاق تقرير حالة المدن العربية 2022. من جانبها أشادت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجهود مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة سلمان وما توفره المدينة من معايير تحقق الاستدامة وجودة السكن لقاطني المدينة.